نعمل كي توماس إديسون ونخترع لمبوبة على شرط ناخذ لي زافونتاج نتاع الجماعه اللي يخدموا في ستيك. جماعة اللي يخدموا في ستيك عندهم ديزافونتاج. توماس إديسون ما عندوش مال. اللي اخترع الضوء بيدو ما عندوش مال. هو ما عنده ياخذ ديزافونتاج هذوك. تحب عتيكيات؟ اي نحب عتيكيات. نحب نخلص. اي نحب نخلص الضوء ونحب نحب برا ديزافونتاج. سيد احمد اي جايك ياسمين سامحني جايك نعتذر. احمد العجيمو نعمل كي توماس إديسون ونخترع لمبوبة على شرط نوضح منين تتحل ومنين تركب. خاطر مش معقول كل ما نجيب بدل لمبوبة تبدا ما تعرفش من الدور يمين ولا يسار بعد يضربك الضوء. عرفت هذيك ايش بيك حتى عذابك يا روما ايش بيكم اسمع خطفت بكم الاولاد ياسمين فما نوم بالحق ياسمين حداد نعمل كي توماس إديسون ونخترع لمبوبه على شرط نخترع لمبوبة على شرط ما ينكروليش في اختراعي ويقولوا لصغارهم اللي هم قراوا على شمعة. هاي شو هذا شو هذا؟ نهز جيتارة ونغني تحت دار حبيبتي على شرط. على شرط بها مش غادي. ولا نيا. على شرط ما عنديش خويت ولاد. على شرط تخرج لي كيف نغني لها تخرج لي البركون وموا ما تخلينيش وحدي كيكة في البرد نغني وحدي وموا تخرج لي. على شرط نغني لها في حومة مش شعبية. نغني لها في حومة شعبية نعرف شو مش يصير لي. نعرف شو يضحكوا عليا باش يهزوني نغني لهم لهم هما اللي في راس النهج بين الغنية والغنية باش ناكل شبيخة. دونك هذا هو شرط. لو تسمح نور سعيدي شنو هي الأغنية اللي تختارها؟ انا باش نغني لها بالجيتارة اي نغني لها حاجه نتاع بيد نغني لها ديسباسيتو. شنو هذا حاجه جديده فارشيرش وتبهرها اي وعندي لا لا ذس هاو وي دو ات ان بورتو ريكو ديسبا عندي سيتو اي يا رسول سيد احمد العجيمو نهز جيتاره ونغني تحت دار حبيبتي على شرط نغني تحت دار حبيبتي على الشرط تبدا هي في الدار. نبدا متاكد هي في الدار معناها مش نجي للسرير تبدا بالزهر بيدها بعد صاحبتها ونقعد نغني ساعه بعد تخرج من ميتها تقول لي اوجا دوغ لا 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 ما نحبش يطلع العبد غلط انا ما نحبش نحب من ميتها خاطر من ميتها حبيبتي من ميتها معناها رجلها متوفي عنده 3 سنين نغني لها انا وهي واحدة في الدار من ميتها في مخها من ميتها مش انا نحب من ميتها انا ماذا بيا هي في الدار متاكد هي في الدار ياسر تعرف زهرك سيدي اي اي ونغني لها اغنيه تحبها اي هذا هو السؤال نفسه اللي طرحته على نونو شنو هي الاغنيه اللي تختارها سيد احمد مامي كاموا مامي كاموا انت الراجل انت الراجل فونتير انت الراجل شنو انت باش تغني لحبيبتك انت الراجل انت اش معناها مامي كاموا انا نغني لها في الشلو في فاسه تلعد تغغردي خاطر في التعليق قالوا تابلي بيبي زو تخبط بتخبط زو باش تعتزل باش تعتزل في اخر وقت ان حدد نهز جيتاره ونغني تحت دار حبيبي على شرط نغني تحت دار حبيبي على شرط عائلته ما يقنعوش باش يقصها معايا بعد ما يكتشفوا لينا مهبوله شهر صحيح والله لا سي رومانتيك تفرا تغني تحت دار حبيبي نغني جيتاره استنسين بيها في تونس الحكاية نعطيكم وقت الشرف اللي جيت يصعب بانجا تايم ما سامت بانجا تايم بانجا تايم مش حكيو عزوزة واللوزة اللوز بي للمخ بانجا تايم يا دي سافا سافا برافو ياسمين ياسمين حداد شنو هي الاغنية زعما اللي تغنيها له مامي كاموا فولا 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 سيد احمد اوكي في بنية تغني مامي كاموا سيد احمد العجيم نور السعيدي نعرفك جوك لحنن اي نعرفك جوك لحنن حنن جوك ديما عند مغروم بالرمو بار كونتر اي فولا مش يمشي للرمو هنا نرمي مونتون كبير في حنا على شرط على شرط تقولوا بالقوي في الميكرو تقولوا بالقوي على شرط تجيب برشا عباد باش يراو المونطون انا قداش الميت على شرط تجيب اذاعات تسجل المومون على شرط تجيب التلفز يسجلوا المومون على شرط علاش ما تعملش تورناج للمومون نتاع الرمو هذاك علاش ما تصوروش وتخرجوا كور ميتراج
فهمتني؟ هو يقول لك اعمل الخير وننساه، انا نحب نعمل الخير وننساه وتذكروني انتوما. اما هو كونسيبت الرمو يا نور، كي ترمي يقيدوا في كراسه باش يرجع لك في فرحك. في بالي هذاك اللي يقولوا يرجع لك في الفرح ان شاء الله. في بالي ايوه. نحكي لك انا شنو حلمت على شرط. على شرط كيف تجي باش تفسر لي حلمتي وتحب تفسرها بلاي، احكي لي حديث لوجيك، احكي لي حديث معقول، مش نبدا نحكي لك هكا فنان. واصل واصل نور. يا شنو صاير يا اخي؟ شي منين تلفت يسار يصير حاجه، يمين تلفت يمين يصير حاجه يسار. يلا ان بو سيريو مش نبدا نحكي لك في حلمتي، احكي لي حكايه لوجيك. معناها مش نبدا نحكي لك في حلمتي نقول لك بار اكزامبل راني حلمت بروحي ناكل في مرقه بطاطا. قول لي مرقه بطاطا، نعرف مرقه بطاطا في الحلم معناها تليق هكا هكا مش ديما تشؤم. نقول لك راني حلمت بروحي راكب بسكليت، بسكليت في الحلم معناها رزق. شنو هو؟ اعطيني حكايه لوجيك. سمعني انا وين نحلم حلمه ونحط على تفسير الاحلام يخرجهم رزق الكل، كلهم رزق، كلهم رزق. حتى عندك حلش رزق، كلهم رزق. بروحي طايح من نوفيام ايتاج حط لي رزق. انا مره حلمت بروحي عملت فايت قال لي رزق. خرج رزق مش يجيك. ويقول لك كان فما ماء في الحلمه راه جايتك فلوس، فلوس مزرزقه. هاي اي اي والله هذيك مزرزقه. سيد احمد العجيمي، نحكي لك انا شنو حلمت على شرط. ما تقوليش حكايه في التواليت تو ما تصيرش، خليك انت خايبه شويه تأملوا بهم هذوما. لا احكيها في التواليت كان حلمه خايبه وكل. انا الحكايه في البار بالك شيء. شنو هو راه كي تجي تشوفك هي تلقاهم لي زيكزرسيس اللي يعملوهم لي كوتش وكل شيء راهو تقريبا يشبهوا راهو اللي يقولوا الحلمه. لا مش الحلمه والله. لا الحكايه هذوما تاع برا احكيها في التواليت، اكتب الحاجات الخايبه في ستيلو، اكتب في ورقه، اكتب حاجات اللي ما تحبهمش اكتبهم في ورقه، يشبهوا لبعضهم راهو والله. انا بلاش بالرسمي بالحق، فما بحق الماكله مربوطه برشا بالاحلام راه. معناها كي تاكل البليبي ماكش تحلم حلمه باهي انت قاعد في الجنه. تاكل البليبي مساطيم تاع الليل وما تحب يجيكش كابوس. راه البرا راه ياكل هكا اسكالوب هكا شويه روز ويرقد. مرتين الاسكالوب يدير لك حاجه مش لوكس، يدير لك مخم. انت ماكش رزين، معناها ماكش رزين، خفيف بيت خفيف. تاكل البليبي وحمص وعظم وهرقمه وجازوزة وكورنو جلاس وترقد وما يحبش يبرك عليه بوتليس، وما تحبش بوتليس يجيك كيفاه. سي نورمال خفيف هكا، خفيف هكا، هكا حاجه خفيفه دوبليس هكا. شكون بوتليس ده؟ تعرفش بوتليس؟ باقي جايه هذه ظهر لي. تعرفش بوتليس ياسمينه؟ انت خالي بوتليس. خالك. اوكي الوضعيه الاخيره سيد احمد العجيمي، نحكي لك انا شنو حلمت على شرط. كنت نحكي معك انا تو اغلط في انا قصدي. ياسمين حداد سامحني، نحكي لك انا شنو حلمت على شرط. احكي لك حلمتي على شرط، ما تعمليش فيها ابو سيرين هذاك تاع تفسير الاحلام وتبدا تقول لي الحنش هذيك هي صاحبتك اللي غايره منك في الاخر. تطلع انت اللي غايره منها. تطلع هي الحنش في الاخر. برافو ياسمين. سمعت برافو يا مروان. حلوه حلوه.